السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم اللقاء من مدينة النجف الأشرف وتغطيتنا الخاصة عن يوم القدس والذي خصص له الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. نأخذكم بجولة من خلال هذه التجمعات التي ستنطلق من مجسرات ثورة العشرين وصولا إلى مدينة النجف القديمة، حيث يكون هناك التجمع المركزي، ونأخذكم في لقاءات من خلال هذه التغطية. سلام عليكم أستاذ حيدر، مشاركتكم كمجلس أعلى في هذه التظاهرة الخاصة بيوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحية خاصة لجنابكم، وإحنا اعتاد المجلس الأعلى أحياء هكذا مناسبات وتلبية لنداء الإمام الخميني قدس الله سره الشريف بإحياء يوم القدس العالمي كمجلس أعلى، كما تنظيمات مجلس أعلى. إن شاء الله كل يوم لنا بصمة ومشاركة في هذه المسيرة العالمية لنصرة الشعب الفلسطيني وشعبنا في غزة. أحسنتم. تعد هذه التظاهرة بمختلف أجناس وفئات المجتمع العراقي لا سيما النجفي ضربة توجه إلى الكيان الغاصب. والله أستاذنا العزيز، إحنا ويا مجلس الأعلى إن شاء الله بكل مناسبة إحنا وياهم، وإن شاء الله الله يتممها بالخير. كل التوفيق إن شاء الله. ساعه بزهره، هذه تعد ضربه حقيقيه باتجاه الكيان الغاصب لانها اليوم تمثل مختلف اطياف الشعب العراقي. الحقيقه ان هذا الصوت الخالد من اواخر الثمانينات من القرن المنصرم، حيث حياه السيد الراحل ايه الله العظمى السيد الخميني، اطلق هذا الصوت بعد انشغال العالم عن القضيه الفلسطينيه. انشغل العالم في حينها بالحرب العراقية الإيرانية، ما يسمى الحرب العراقية الإيرانية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، فأطلق الرجل هذا الصوت لإحياء القضية الفلسطينية من جديد. الآن وبعد 40 عاما يتجدد نفس السيناريو، ترى الضغط وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة بالخصوص. نحن الآن نحيي تلك الصرخة بالعالم العربي والعالم الإسلامي من هنا من النجف الأشرف. لازلنا نتجول بين الأخوة المشاركين في هذه المسيرة الكبرى والتي ستنطلق كما بينت قبل قليل من مجسرات ثورة العشرين باتجاه المدينة القديمة مدينة النجف الأشرف، حيث خصص هناك في هذا المكان مكان خاص لاستعراض الوفود المشاركة. السلام عليكم شيخنا العزيز. السلام. تقبل طاعاتكم موفقين إن شاء الله. الله أعلم. شيخي، هذه التظاهرة تعد اليوم ضربة وصفعة إلى الكيان الغاصب، لما تعده من وقفة بوجه هذا الكيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا اليوم الذي جاء نتيجة نداء الإمام الخميني قدس سره الشريف بوجوب جعل آخر جمعة من رمضان مخصصة بيوم القدس، هو إعلان بشرعية هذا العمل، لأنه صدر من فقيه أعظم وقائد إسلامي عظيم، وهو يمثل ضربة كبرى للكيان الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي، ولا سيما في هذا الوقت الذي كشرت أمريكا و ذيولها وبريطانيا وذيولها كشرت عن أنيابها، وجاءت بوحشية لم تعرفها، وحشية الغاب في موقفها من غزة. ولذلك أن الحضور في هذا التجمع والجماهيري يمثل عملية عبادية قبل أن يكون عملية سياسية، لأن هذه العملية العبادية هي استجابة لنداء فقيه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويهلك أمريكا وذيولها وإسرائيل
ومطبعيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. أحسنتم. أنتقل إلى جناب السيد. السلام عليكم سيدنا. السلام حياكم الله، بارك الله فيك، مبارك بهذا الشهر الفضيل وأيضا هذه المسيرة الكبيرة اليوم في هذا الظرف الصعب، طوفان الأقصى ونداء أبناء الشعب العراقي بالتلاحم مع أبطال الانتفاضة الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم يوم مشهود ويوم مقدس في عند المسلمين، ويوم القدس العالمي، لأنه يطالب بأقدس قضية في عصرنا هذا، وهي قضية اغتصاب حق المسلمين في القدس وحق الفلسطينيين في فلسطين. لذلك نحن مطالبون اليوم أن نقف هذه الوقفة كما يقفها أبناء العراق، أن نقفها في كل العالم، وأن لا نتردد في المطالبة بهذا الحق المقدس. القدس لنا والموت لإسرائيل، في سور الأضاء فلينفخ إسرافيل. القدس لنا والموت لإسرائيل، في سور الأضاء فلينفخ إسرافيل. فوق الأرجاس نارا ونحاس، فوق الأرجاس نارا ونحاس. نمطر في ميدان القدس، نمطر في ميدان القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه المسيرة، مسيرة الإذان لأمريكا وإسرائيل وجميع الدول التي معهم، ونرجو إن شاء الله نكون هذا متزامنا مع جميع البلاد الذين هم تحركوا لإعلان براءتهم من إسرائيل ومن هذا الشيطان الخبيث، وإن شاء الله تنتهي هذه المسيرات إلى إزمحلال إسرائيل واقتلاع هذا الغدة السرطانية من قلب عالم الإسلام إن شاء الله. سيدنا، تعد هذه ضربة للكيان الخاص لا سيما في هذه الأيام التي فيها مقاومة للاحتلال الدموي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اليوم جرائم الإبادة الجماعية التي قام بها النظام الصهيوني المجرم، والتي يقف العالم الإسلامي والعالم الإنساني وقفة مشرفة اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، في يوم القدس العالمي التي أعلنها سماحة السيد الإمام الخميني الراحل قدس سره، وقفة شرف ووقفة استنكار لقتل الإنسانية وقتل الطفولة في غزة، ووقفة تمهيد لتحرير المسجد الأقصى الشريف من براثن العملاء ومن براثن الصهاينة المجرمين. هذه الآلاف التي قتلت اليوم في غزة، أكثر من 35 ألف، هذه كلها وصمة عار في جبين كل الأنظمة العالمية والدول المتقدمة التي تدعي التطور الإنساني. مشاركتنا اليوم في هذه التظاهرة تعد ضربة إلى الكيان الغاصب، لا سيما هي نداء أطلقه الإمام الخميني قدس سره الشريف. اللهم صل على محمد وآله. احنا اعتدنا كل سنة الشعب العراقي طبعا الخروج بهذا اليوم المبارك
للتنديد بممارسات الكيان الصهيوني الغاصب على أراضي لأراضي فلسطين والقدس الشريفة. وضربا طبعا هالمسيرة تعتبر صفعة قوية بوجه المتطبعين والخونة، إضافة إلى القوى الغربية المساندة لهذا الكيان الغاصب. فخروجنا ما هي خروجنا إلا امتدادا لهذه الأعمال التي ننكرها ونستنكرها بشدة، ونقف نحن إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب كل مستضعف ومظلوم. التحرك اليوم في العراق، أعلن العراق قبل هذا التحرك الذي هو كمسيرة استنكارية تلبية للإمام الخميني الراحل القدس الرشيد، أثبت بأنه وقف جنبا إلى جنب المقاومة العراقية، وقفت بجنب المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الغاصب. بل لا يخفى عليكم أن هذه التظاهرة هي التي نادى بها الإمام الخميني رحمه الله قبل 45 سنة إلى 46 سنة، وهذا المنطلق من هذا المكان وهو النجف الأشرف. ولا يخفى عليكم أن الثمرة التي ذهب بها الإمام الخميني رحمه الله في إثبات حق ومشروعية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن كيانهم، وكذلك أن هذه التظاهرة تثبت أو من نتائجها طوفان الأقصى، وكذلك من نتائجها وحدة المحور، محور المقاومة المتمثل من العراق وسوريا والجمهورية وكذلك لبنان واليمن، وأن هذه الخطوات التي تشاهدونها ما هي إلا خطوات في النصر القريب العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. نأخذ الشيخ أمين النجار عضو اللجنة التنظيمية لمسيرة يوم القدس والتي تنطلق في آخر جمعة من شهر رمضان. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. جهود موفقة على هذا التنظيم، على هذا الانطلاق، على الرغم من حرارة الجو إلا أن نشاهد اليوم مشاركة كثيرة وكثيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا المجهود وهذا العمل البسيط خدمة للقضية المركزية العربية الإسلامية ألا وهي قضية فلسطين. طبعا لا يخفى على جنابكم أنه مسيرة يوم القدس العالمي نشأت أصلها من دعوة للسيد الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله سره الشريف، إحياء لهذه القضية بعد أن ضمرت لمدة سنين من الوقت، خاصة وأنه تسلط على الدول التي تسمي نفسها عربية حكام خونة بمعنى الكلمة، فلم يرى بدا أن ينهض هذا الإمام الذي هو من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله للتذكير بأنه محور القضية الإسلامية هي قضية فلسطين. فمن جانب المشاركة تخرج هذه الجماهير إحياء لهذه الذكرى وتركيز هذا المفهوم أنه هذه هي القضية المركزية، ومن بعدها تنطلق بقية القضايا. المشاركة الحمد لله والشكر كل سنة إن شاء الله في تزايد، ونلاحظ أيضا بعض العشائر والمختلف الشرائح المجتمع العراقي هنا، وكذلك بعض الإخوة الأجانب من الطلبة الماليزية وغير الأفارقة موجودين معنا، ومعنا إخواننا من لبنان، معنا إخواننا من الجمهورية الإسلامية وغيرها. فشرائح المجتمع بأجمعها مشاركة في هذه المسيرة للدلالة على أنه يوجد نبض ويوجد شريان وهو فلسطين. فهذه الناس اللي جاي تتحرك مع هذه الشمس ومع أنه في شهر رمضان وهذه الأجواء الحارة، إلا أنه موجود من يلبي لهذه القضية ومن يحييها بهذه الصورة. الطريقة التنظيمية اليوم مسيرة ومن بعدها تجمع، حدثنا عن نعم. هذا التجمع، وهل هناك كلمة مثلا نهائية؟ نعم. فحوى هذه الكلمة إذا كان العفو. طبعا الإخوة في الهيئة التنظيمية أول ما موجود ترتيب هذه الجموع الغفيرة المشاركة، من بعدها المسير مسافة كيلو تقريبا إلى أن نصل إلى ساحة الميدان، وهناك موجود مخيم وكذلك موجودة منصة، وسوف يكون البرنامج كالتالي: أولا قراءة شيء من القرآن الكريم، آيات كريمة، ومن بعدها كلمة لأحد المجاهدين الكبار المعروفين على الوسط الجهادي في العراق، ومن بعدها كلمة الختام يلقيها أحد الإخوة السادة الأفاضل
ومن بعدها لمدة ساعة تقريبا هي تستمر هذه المسيرة، لأنه الأجواء حارة ومساعدة على أنه نطيل في هذه، خاصة أنه موجود النساء وموجود أطفال وإلى غير ذلك. كل التوفيق شيخنا العزيز، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. ممنونين شيخنا. طه وياي أيضا ننتقل إلى الجانب الآخر، نتحدث مع بعض المشايخ الموجودين أو بعض المنظمين لهذه المسيرة العفوية، والتي تنطلق استجابة للنداء الإمام الخميني قدس سره الشريف، نصرة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، لا سيما ونحن في وقتنا المعاصر مع مسيرة كبرى وانتفاضة كبرى، ألا وهي طوفان الأقصى. هذا الطوفان الذي جاء بسواعد الأبطال، أبطال الانتفاضة، أبطال المقاومة العربية الإسلامية العالمية، والتي بإسناد مباشر من الأبطال الذين يكونون في الجمهورية الإسلامية وكذلك في عموم. سلام عليكم. هذه المسيرة والتظاهرة التي تنطلق في هذا اليوم على الرغم من الأجواء الحارة، ولكن شاهد اليوم الجميع، كبار صغار، شيوخ عشائر، نساء، أطفال، الكل يتضامن مع أبطال ثورة فلسطين المجيدة. يوم القدس العالمي، يوم أطلقه السيد الخميني قدس الله سره، أنه آخر جمعة من كل رمضان هو يوم لنصرة أخواننا الفلسطينيين. هذا الظلم اللي يقوم به الكيان الصهيوني من قتل إخواننا أطفالا ونساء وشيوخا وإبادة جماعية ومقابر جماعية تجاه إخواننا الفلسطينيين، هذا أقل شيء جاي نقدمه لهم إحنا. فتشي هي نصرتهم والوقوف معهم وإيصال صوتنا إنه إحنا ضد هذا، كل ضد هذه الأعمال التعسفية وأعمال القتل. وقف العراق مجاهدا ملبيا لتلك الصرخة الثورة بأبطال المقاومة، واليوم الكلمة والفعل على الساعة. حقيقة اليوم هو يوم النصر العالمي على العدو الكهيوني الصهيوني إسرائيل. إن شاء الله تجمعت هذه الحشود المليونية لنصرة المظلوم. إن شاء الله إن شاء الله سوف ينتصر الحق، وبظهور إن شاء الله هذه الوجوه الطيبة وكلمة الحق هي العليا إن شاء الله. وننتظر ونتأمل بظهور الإمام الحجة المنتظر ليسهل أمرنا ويفرج عن الشعب المظلوم، الشعب الفلسطيني. آمين. كل التوفيق إن شاء الله. لازلنا مشاهدين الكرام نتجول بين أبطال الانتفاضة، أبطال المقاومة، هؤلاء الذين يجسدون القيم المبادئ الخاصة والخالصة لكل تحرك ولكل عنفوان. وستبقى فلسطين أبية، القدس لنا بهوية عز عربية، القدس لنا. وستبقى فلسطين أبية، القدس لنا بهوية عز عربية، القدس لنا. للكلمة اللي وجهها الإمام الخميني الله يرحمه، واعتبر هذا آخر جمعة بكل شهر رمضان هو يوم القدس، فإحنا تلبية لهذه الكلمة حضرنا هنا، فنحيي يوم القدس ونبقى نحيي يوم القدس ونبقى نحيي يوم القدس إلى ولد أولادنا، وإحنا إن شاء الله ملبين لهذه الكلمة، والقدس قدسنا والإسلام إسلامنا، وما نفوت حال القدس نهائيا. فرسان العين جاء تنادي الأجل القدس
تبقى فلسطين وابية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا وستبقى فلسطين وابية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا القدس لنا القدس لنا والموت لإسرائيل في سور لظى فلينفخ إسرافيل القدس لنا والموت لإسرائيل في سور لظى فلينفخ إسرافيل فوق الأرجاس نارا ونحاس فوق الأرجاس نارا ونحاس نمطر في ميدان القدس نمطر في ميدان القدس هي أمتنا تتوحد لتدافع عن دين محمد فالخصم تمادى وتوحد في حربه ضد الإسلام سيرار الدرجال الصادم في المد القدسي القادم لن ينفعه ندم نادم فالموت سيمحي الإجرام فالموت سيمحي الإجرام وستبقى فلسطين وابية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا وستبقى فلسطين وابية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا فرسان الهيجاء قسما بالقرآن وطه نستبسل من أجل تراها وستبقى تسبو بعلاها ونشيد الشجعان يقول ونشيد الشجعان يقول وستبقى فلسطين وابية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا وستبقى فلسطين وابية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا القدس لنا وحدة المحور الإسلامي الإمام الخميني هو من بنى هذا وبلور هذه الفكرة لا سيما جاي نشاهد وحدة عالمية محورية في العراق في الجمهورية الإسلامية في لبنان في البحرين في اليمن كلهم وقفوا وقفة واحدة ضد العدوان الغاصب طبيعة الحال أن القدس ومسيرة يوم القدس تمثل هي إدانة العدوان الصهيوني على فلسطين والشعب الفلسطيني وكانت ولا زالت قضية فلسطين عائشة في ضمير العالم كل العالم وخصوصا الشعوب المقاومة لذلك نحن نعتقد أن بقاء هذه المسيرة على طول هذا الخط وهذه الأعوام إنما هي تمثل في الحقيقة هوية للشعوب المسلمة التي انتفضت من أجل نصرة هذا الشعب المظلوم خصوصا في مثل هذه السنوات أو هذا العام الذي شهدنا فيه المجازر الكبيرة للشعب الفلسطيني في غزة لذلك اليوم الجميع توحدوا في خط المقاومة من أجل إدانة العدوان الإسرائيلي القدس لنا والموت لإسرائيل في سور لظى فلينفخ إسرافيل القدس لنا والموت لإسرائيل في سور لظى فلينفخ إسرافيل فوق الأرجاس نارا ونحاس فوق الأرجاس نارا ونحاس نمطر في ميدان القدس نمطر في ميدان القدس هي أمتنا تتوحد لتدافع عن دين محمد فالخصم تمادى وتوحد في حربه ضد الإسلام
الإجرام وستبقى فلسطين أبية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا وستبقى فلسطين أبية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا قسماً بالقرآن وطاها نستبسل من أجل تراها وستبقى تسبو بعلاها ونشيد الشجعان يقول ونشيد الشجعان يقول وستبقى فلسطين أبية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا وستبقى فلسطين أبية القدس لنا عز عربية القدس لنا القدس لنا القدس لنا والموت لإسرائيل في سور لظى فلينفخ إسرافيل القدس لنا والموت لإسرائيل في سور لظى فلينفخ إسرافيل فوق الأرجاس نارا ونحا الأرجاس نارا ونحاس نمطر في ميدان القدس نمطر في ميدان القدس يوم القدس الذي دعا له روح الله الإمام الخميني هو لاستذكار وإحياء هذه الذكرى ذكرى يوم الإسلام يوم القدس هو يوم المستضعفين في الأرض يوم القدس هو يوم الأحرار في العالم يوم القدس هو لأن يصال رسالة بأنه القدس موجودة في قلوبنا اليوم مشاركة محافظة النجف في هذه المسيرة غير السنين السابقة اليوم مشاركة واسعة بشكل كبير بكافة شرائح المجتمع شاركت في هذه المناسبة لمناصرة إخواننا في غزة مناصرة طوفان الأقصى طوفان الأحرار كان شعار هذه السنة لمناصرة إخواننا الذين يتعرضون إلى إرهاب أمريكا وإسرائيل اليوم إن شاء الله ستكون هذه الصرخة مستمرة إلى ظهور القائم إن شاء الله تعالى وهي أن نعاهدهم ونعاهد إخواننا يكون لنا دور كبير في إن شاء الله نصرة المظلومين في غزة مشاركتكم اليوم كتنظيمات نسوية في هذه التظاهرة المؤيدة لطوفان الأقصى والتي نادى بها الإمام الخميني نعم احنا مشاركنا ككادر نسوي في هذا اليوم العظيم لمشاركة اهل غزة من مصابهم وضد الاحتلال الصهيوني الموت الموت لإسرائيل ان شاء الله والنصر لغزة بعون الله القدس لنا والموت لإسرائيل في سور لظى فلينفخ إسرافيل القدس لنا والموت لإسرائيل أن ينفخ إسرافيل فوق الأرجاس نارا ونحاس فوق الأرجاس نارا ونحاس نمطر في ميدان القدس نمطر في ميدان القدس هذه أمتنا تتوحد لتدافع عن دين محمد فالخصم تمادى وتوحد في حرب الرجال الصادم بالمد القدسي القادم لن ينفعه ندم النادم فالموت سيمحي الإجرام فالموت سيمحي الإجرام وستبقى فلسطين أبية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا وستبقى فلسطين أبية القدس لنا بهوية عز عربية القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا فرسان الهيجاء تنادي العز لقدس أمجاد
ستبقى فلسطين وابية، القدس لنا بهوية عز عربية، القدس لنا وستبقى فلسطين وابية، القدس لنا بهوية عز عربية، القدس لنا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجماهير الغفيرة تستنهض مع الشعب الفلسطيني وتتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذه اليوم هو يوم القدس العالمي، وهو اليوم هو يوم الصرخة، صرخة الحق ضد الباطل، صرخة المظلومين، صرخة المقاومة الإسلامية، صرخة الحق ضد الباطل. نقول إلى أمريكا وإسرائيل، هذه الشعب الإسلامية لا تستقر ولا تنام حتى يخرج آخر محتل من الأراضي الفلسطينية، ونقول لهم نحن مع المقاومة الشريفة، نحن مع حوزتنا، نحن مع العالم الإسلامي كله بأجمع. واليوم القدس العالمي هو يوم كل الإسلام، وليس فقط أبناء العراق أو النجف أو اليمن أو لبنان، وإنما يوم القدس العالمي هو يوم إلى كل العالم الإسلامي، صرخة مدوية بوجه الاستكبار العالمي. القدس لنا والموت لإسرائيل، في سور لظى فلينفخ إسرافيل. القدس لنا والموت لإسرائيل، في سور لظى فلينفخ إسرافيل. فوق الأرجاس نارا ونحاس، فوق الأرجاس نارا ونحاس. ننظر في ميدان القدس، ننظر في ميدان. أمتنا تتوحد لتدافع عن دين محمد، فالخصم تمادى وتوحد في حربه ضد الإسلام. سيرار الدرجال الصادم بالمد القدسي القادم، لن ينفعه ندم نادم، فالموت سيمحي الإجرام، فالموت سيمحي الإجرام. وستبقى فلسطين وابية، القدس لنا بهوية عز عربية، القدس لنا. وستبقى فلسطين وابية، القدس لنا بهوية عز عربية، القدس لنا. وستبقى فلسطين وابية، القدس لنا بهوية عز عربية، القدس لنا. وستبقى فلسطين وابية، القدس لنا بهوية عز عربية، القدس لنا. القدس لنا، القدس لنا والموت لإسرائيل، في سور لظى فلينفخ إسرافيل. القدس لنا والموت لإسرائيل، في سور لظى فلينفخ إسرافيل. فوق الأرجاس نارا ونحاس، فوق الأرجاس نارا ونحاس. ننظر في ميدان القدس، ننظر في ميدان القدس. وصلنا لكم مشاهدينا الكرام إلى ختام تغطيتنا، واللي كانت خاصة عن المسيرة التي انطلقت في النجف الأشرف، تعبيرا عن تأييدها اليوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان. نرحب بجميع فصائل المقاومة البطلة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.